ساعة من الرياضة على العربية في المرمى، أينما كنتم طابت أوقاتكم. الأخ غير الشقيق يعكر علاقة حمد الله بناديه وينشر منشورا غير واضح المعالم. بعد انتخابه رئيسا للحزم، هل هناك تضارب قانوني بين رئاسته ووجود شركته راعية لكثير من الأندية؟ الجولة الأولى دوري MBS الثالث عالميا في تسجيل الأهداف. وأبو شنب رمز الاتفاق حاضرا ضيف في المرمى. السلام عليكم. نشر عبد الرحيم أخو المهاجم المغربي حمد الله غير الشقيق منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي في انستغرام، وقال تحت عبارة أو تحت صورة لحمد الله يخلع فيها قميص النصر: حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في أجواء مستقرة، متمنيا التوفيق لأخيه. يذكر أن عبد الرحيم يعمل ممرضا في مدينة نيويورك، ودائما ما يعلق على المراحل التي يمر بها الهداف الكبير سواء في المنتخب الوطني المغربي أو الفرق التي مثلها أخوه عبد الرزاق. كنا قد اتصلنا اليوم بعبد الرحيم حمد الله أخو عبد الرزاق، واعتذر في الوقت الحاضر عن التعليق مبديا بعض التوضيحات البسيطة، حيث قال أن هذا المنشور حمل أكثر مما يحتمل، لكنه رفض تماما التعليق في هذا الوقت، واعدا بأن يظهر في الأيام المقبلة للمزيد أو لإيضاح كل الاستفهامات والغموض حول هذا المنشور. نحاول حتى الآن من الزملاء في محاولة للدخول عبد الرحيم حمد الله، نحاول حتى الآن، سيعودون الزملاء إليه مرة أخرى. ينبهني فقط بأنه تم اتصال جديد بينهم. نصبت الجمعية العمومية بنادي الحزم الثلاثاء سلمان المالك رئيسا للنادي بعد حصوله على في فترة الرئاسية تمتد لأربع سنوات، وحصلت قائمة المالك على 1320 صوتا مقابل 14 صوتا للقائمة التي رأسها محمد العساف منافسه. سيكون اليوم الأربعاء الأخير للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، على أن يكون الخميس مخصصا للنظر في الطعون. وسبق للمالك أن ترأس مجلس إدارة النصر في فترة سابقة بالتكليف. عبر الهاتف يلتحق بنا الآن سلمان المالك رئيس نادي الحزم. مساك الله بالخير، حياك الله، أولا مبروك هذا الانتصار الكاسح. مساك الله بالخير أبو ساير، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام، وإن شاء الله بعد اعتماد من سمو الوزير نقدر نعتمد الانتصار إن شاء الله. جميل. يعني الناس، يعني خلينا نقول ان عائله المالك عموما هي راعيه كبيره لنادي الحزم مع بقيه العوائل مع بعض العوائل في الرأس، ولكن تفاجؤوا بعودتك للمشهد كرئيس مع انك انت كنت شبه تدير نادي الحزم، لماذا عدت في الواجهه؟ في البدايه اول شيء احب اشكر كل من حضر اليوم من اعضاء الجمعيه، أعضاء ذهبيين وعاديين، وقدموا وسوتوا واختاروا مستقبل الحزم للأربع سنوات القادمة. أتمنى إن شاء الله أنه بعد توفيق الله نكون عند حسن ظنهم. بالنسبة للعودة، يعني هو حقيقة ما في غياب عشان يكون في عودة،
ولكن لا احكي عن العودة الرسمية بس. الرسمية نعم نعم. يعني طبعا احنا مجلس الإدارة السابق اللي انا اول شيء احب اشكرهم واحد واحد بمقدمتهم رئيس النادي وكل من عملوا في النادي حقيقة قدموا عمل كبير جدا سواء في مجلس الإدارة هذا او حتى اللي قبله كلهم يعني عملوا بكل اجتهاد والحزم يعني حقق نتائج كويسة. نعم. بالنسبة للمجلس الحالي يكفي أنه صعد في الحزم مرتين في خلال 4 سنوات وأيضا كان في استراتيجية عمل سواء على الفئات السنية أو حتى على الفريق الأول والألعاب المختلفة. فكنت أتمنى حقيقة أنه يستمر هذا المجلس أو يتاح للفرصة أنه يستمر مرة أخرى، ولكن لعدم توفر بعض الشروط في هذا المجلس كان يعني كنت مضطر الحقيقة أني أكون جزء من هذا المجلس الجديد لو إن شاء الله في النهاية تم اعتماده بحيث أن يكون مزيج من المجلس القديم مع مجلس مع أعضاء آخرين ذو خبرات وتخصصات مختلفة. إحنا يعني نبغى نزودكم إن شاء الله بالأسماء الأعضاء والسيفيات اللي عندهم كلهم في تخصصات مختلفة راح حيكونوا مزيج مع المجلس السابق ويقدموا بإذن الله عمل يا الهدف منه هو استمرار الخطة اللي كانت موضوعة طيب. للحزم في السنوات الماضية. كلام إذا تسمح لي أخوي بتالي إذا تسمح طبعا. لي إيه خذ وقتك لأنه الهدف في أنه نبقى متواجدين سواء بشكل رسمي أو غير رسمي هو أن إن شاء الله نستطيع أن نحقق للحزم والحزمويين كل ما يصبون إليه. فعمل سنوات وأمامنا أيضا سنوات إن شاء الله نتمنى أنها تكلل بالنجاح بحسب ما كان مرسوم لو هذا هو الهدف من تواجدنا. وفي الأول والأخير الجميع يأتي هنا لخدمة الرياضة السعودية سواء أنا أو غيري، ولكن كان هدفنا واضح في استمرار العمل في الخطة اللي كنا إحنا يعني بانينها من سنوات. زين طب خليني بقول لك أنا الشيء اللي أنت ما قلته اللي يقولون الناس يعني في الحزم أنه هو الحزم تتنازع جهتين، جهة المالك وجهة العساف. فأنتم لأنه عبد الله نطيري اللي هو رئيس النادي السابق ما يقدر يترشح لأنه ثانوية عامة، قلتوا العساف لا ما يرأسون لابد ندخل إحنا بقوة. دخولك أنت هو أبدا طاع عمرك. لا أول شيء طاع عمرك إحنا إحنا في 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 محافظة الرسلان تنازع الحزم والعساف وكل العوائل هم وحدة. ولكن أنا ما أتكلم عن العوائل، أتكلم عن العساف المرشح. أتكلم عن العساف المرشح عفواً يعني حتى مع احترامي للعساف المرشح كلنا نهتف إلى مصلحة الحزم. ترى بالأخير يعني شوف الحزم معروف في السنوات في من 40 سنة والوالد وأسرة المالك يدعمون الحزم. أنا شخصياً من 10 سنوات وأنا متعمق جداً وأدعم الحزم بكل ما أستطيع. فبالتالي دعم الحزم معروف من اللي قاعد يدعم الحزم في السنوات على الأقل نقول العشر الأخيرة طيب. بالمال وبالحضور وبالدعم اللوجستي وبكل أنواع الدعم اللي ممكن تقدم جميل. لكن وجود مرشحين حابين يخدمون النادي يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم حابين يخدمون النادي وعندهم القدرة هذا شيء بالعكس زين. هذا ما هو شيء ما يزعل هذه ظاهرة صحية طيب. أنه في انتخابات وفي الأول والأخير اللي اختاروه أعضاء الجمعية العمومية ويرون فيها الأحقية أهلا وسهلا فيه، لكن ما في تنازع أبدا. طيب الآن الحزم في موقف حرج يعني الفيصلي في المجمع جاب بطولة، التعاون في بريدة جاب بطولة، أنتم في الرس لازم يصير لكم شيء بس صاعد هابط صاعد هابط ما ينفع. هل الرس يبون بطولة؟ إن شاء الله صاعد هابط بصفحة وانطوت إن شاء الله. زين طيب سلمان المالك يعني ايضا راعي في ملابس كثير من الانديه، في تعارض بين شركتك وجودها كراعي ووجودك الان كرئيس نادي في دوري المحترفين؟ في البدايه طبعا انا بس يعني عشان الواحد يبتعد عن اي مسار للجدل الاعلامي وليس للشبهات ولكن الجدل الاعلامي انا طبعا قدمت استقالتي من الشركه، ولكن شركتي هي تعمل مع نادي او ناديين لا ليس لها علاقه في بقيات الانديه. وانا رئيس كنت سابقا رئيس مجلس اداره لهذه الشركه ولا فيها اي تداخل في عملي كرئيس نادي، ولكن في مصالح في مصالح ولا في مصالح طبعا لا في مصالح للشركه
في مصالح للشركة في الدولة، بس أنها لا تتقاطع مع العمل. ولكن أنا بس أقول لك، درءا لأي جدل إعلامي ودرءا لأي كلام ممكن يثار، أنا قدمت استقالتي منها قبل ما أقدم ملفي للترشح لرئاسة النادي. جميل جميل. الحزماويين منتظرين موسم مهم معك. أنا بالعكس، أنا أقول أنا منتظر موسم مهم معهم هم. أنت الرئيس، أنت الرئيس. بس هم الوقود الحقيقي للاعبين وللرئاسة وللرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة اللي الآن موجودين يعني في هذا المجلس المنتخب، إن شاء الله أنهم على قدر كافي من الكفاءة أنهم يعملوا نقلة. اليوم نادي الحزم نتجه إلى أنه يكون نادي مختلف تماما في عمل وفي توجهات، سواء في كرة القدم والفئات السنية تحديدا والألعاب المختلفة. جميل. وإن شاء الله أن نحقق يعني تطلعاتهم بإذن الله. جميل. إن شاء الله إن شاء الله. بعد مو بس بالمنافسة، بعد تغيرون الملعب شوي، ملعب شكله يعني غير لائق بفريق في دوري المحترفين. شوف يا طويل العمر، أول شيء نجينا على أرضية الملعب. أرضية الملعب تعتبر واحدة. لا بس أرضية الملعب يعني جهة مدرج وجهة جدار، مو بحلوة حتى في النقل التلفزيوني، مو حلوة. حنا طال عمرك نتمنى انه يعني يكون فيه اي نوع من انواع الدعم للنادي بانه يكون عنده مدرج اضافي، ولكن احنا جملنا الجهه الاخرى بقدر ما نستطيع. طيب. في اشياء في اشياء احيانا خارجه عن سيطره النادي، وفي طيب. تداخل مع جهات اخرى حتى خارج زين. خارج نطاق وزاره الرياضه. طيب، نرجو لكم كامل التوفيق. سلمان المالك الآن رئيس نادي الحزم اللي اكتسح اليوم الانتخابات بطريقة كاسحة جدا، 1300 صوت مقابل 20 أو 14 صوت أظن، ما أذكر بس قلناها في البداية الخبر، بس اكتساح ما يصير هذا في أي مكان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نذهب نذهب إذن إلى الوقفة الأولى في هذه الحلقة، بعد ذلك جولة أولى دوري MBS الثالث عالميا، وأبو شنب رمز الاتفاق في الحاضر ضيفه في المرمى. أهلا بكم من جديد. صاحب الفرحة الشهيرة بتوقيع الشنب محمد الكويكبي النجم الكبير يطل علينا، وهو من القلائل الذين يظهرون في الإعلام. بعد قليل أستضيفه أو يطل علينا من الساحل الشرقي السعودي، لكن قبل ذلك ديما تقدمه. يتميز بالسرعة والمراوغة واللعب على الأطراف، ويعتبر من أبرز اللاعبين صناعة للفرص. اسمه كتب بين الأوائل الثلاثة في النسخة الماضية من الدوري السعودي بعدد وصل ل 59 فرصة منحها لفريقه من 25 مباراة لعبها الموسم الماضي. محمد الكويكبي سجل نجاحاً في 37 مراوغة، وسدد على مرمى منافسي الاتفاق 23 مرة، استطاع منها إحراز 8 أهداف. أداء لاعبي فارس الدهناء لم يقتصر فقط على النواحي الهجومية، وإنما تميز أيضاً دفاعياً. استطاع الموسم الماضي في الدوري السعودي افتكاك الكرة بنجاح 18 مرة، وقطع إمدادات الخصوم في 22 هجمة.
اللاعب المولود في الجزء الشمالي الغربي من السعودية وتحديداً في منطقة الجوف أقنع بأدائه مدرب المنتخب الأول الفرنسي رينارد ليكتب تحت قيادته أولى تحدياته الدولية على صعيد المواجهات الرسمية والتي كانت أمام فلسطين في التصفية الأسيوية المزدوجة. رصيد لكويكبي يحمل مشاركة في 9 مباريات مع الأخضر، 6 منها ودية. هذا الموسم يسعى لكويكبي لاستكمال مشوار نجاحاته مع النواخذة، فمن 87 دقيقة لعب أمام الباطن في الجولة الأولى من الدوري صنع فرصتين ومرر الكرة 21 مرة بدقة وصلت لـ 81%. ديما محمد السائح، العربية. إلى الدمام في الشرق السعودي، من هناك التحق بنا محمد الكويكبي نجم الاتفاق، بل رمز الاتفاق في الحاضر كما كان رموزه في الماضي جمال محمد وصالح خليفة. نتفق على أنه الرمز الحالي لنادي الاتفاق. حياك الله يا شنب. يا هلا وغلا أخوي بالتالة، مس عليك وعلى أخواني المشاهدين. أو يعني أخيرا يا محمد التقينا على التلفزيون، شايف كيف؟ والله أني ما أحب بس عشانك. والله أنا عارف، يعني نسولف في التليفون عادي، ما عندك مشكلة تقول اللي تبي، بس أنه أنا في التلفزيون ما تحب تطلع. ليش؟ والله ما أحب الصدق أني أطلع الإعلام الصراحة. يعني ليه؟ شو المشكلة عندك مع الإعلام؟ ما أحب أني أطلع كثير، يعني أحب أني إذا أطلع بالإعلام يعني في الملعب بس، فهمت علي؟ وفي الكلام أحسه ما، لا أنا بقول لك الحقيقة، لا يجوز لي على قولتهم. لا أنا بقول لك الحقيقة، محمد الكويكبي اللي في قلبه على لسانه يقول كل شيء، يخاف أن لسانه يورطه عشان كذا ما يطلع. بهذا أنت صادق يعني. طيب محمد، وصلت مرحلة النضج خلاص؟ لا بالعكس باقي والله. يعني ما زلت في مرحلة التجارب؟ ما زلت مرحلة التجارب والشباب وال يعني الحماس؟ يعني شوف، كل سنة لازم تتعلم من أخطائك، يعني ما تقدر تقول إنك توصل شيء إن خلاص أنا هنا توب. أي فهمت علي؟ بالعكس، كل سنة تحاول إنك تكون أفضل من السنة اللي قبلها. طيب والاتفاقيين ينظرون لك الحين، يعني أنت الوحيد، النجم الوحيد في النادي في خلينا نقول في 20 سنة الأخيرة اللي ما عمرك طلعت وقلت أبغى أنتقل، مع إنك أفضل من كل اللي انتقلوا. ما عمرك طلعت وقلت والله عقدي مو بزين ابي عقد زين، يعني ساكت وتلعب وتتمرن كويس ونجم وفي الملعب مفيد للنادي، بس ينتظرون منك بطوله، ينتظرون انك تقودهم لبطولات مثل صالح خليفه وجمال محمد والشيحه والجيل الذهبي، انت امتداد لهذا الجيل. تحس انه ممكن يصير هالشيء ولا نبالغ احنا؟ اتفاق خلاص راحت عليه. لا بالعكس، شوف مو مبالغ فيه. ما في شيء بالكوره يعني صعب. حلو، والكويكبي مو نجم الحالة، بالعكس مع نجوم. ما أقدر أوعدك يعني، بس أقولك إن إن شاء الله الموسم ذا تقدر تقول إن وصلنا لمرحلة، يعني أنا وزملائي اللعيبة إن تقريبا 3 سنوات مع بعض مع المدرب كابتن خالد، 3 سنوات يعني استقرار إداري لاعبين، يعني تقدر تقول إن إن شاء الله السنة ذي إن بإذن الله إن نفرح الجمهور الاتفاق إن شاء الله. هالفرحة ممكن تكون دوري ولا الدوري صعب؟ الدوري 30 جولة صعب، ممكن تكون كاس؟ والله شوف، ما في شيء صعب، أقولك يبغى لك نفس، على قولتهم نفس طويل وصبر، يعني كل جولة تأخذها حبة حبة، يعني كل مباراة، يعني مباراة تخلص منها تبدأ تفكر مباراة جاية. ما أقدر أقولك أفكر الحين لنهاية الموسم في 30 مباراة أو 29 مباراة الحين. صعب أن أقولك أفكر بها من الحين، لا أنا أخذ حبة حبة، مباراة مباراة، ونقول ان شاء الله يا رب باذن الله. عندكم الشروط المطلوبه في بطل الدوري اللي هي الدكه، مع ان هذا استثناء صار في الفتره الاخيره، عندكم نفس طويل، عندكم القدره على العوده من الهزيمه، هالشروط موجوده في فريقكم الحالي عشان تصيرون بطل؟ والله موجوده، والله شوف موجوده، ما اقول لك مو موجود، بالعكس موجود، يعني سواء اللي برا اللي داخل يعني كلها سواسيه، يعني تقريبا تقدر تقول ادائهم نفس بعض، بس انها ترجع الى المدرب، ومدرب عنده 11 لاعب هذا اللي يقدر عليه. بس يغيب لاعب لاعبين فيها العوض يعني. ايش المشكله يا محمد؟ ايش المشكله في انه فريقكم مره في السماء
تجيبون أكبر فريق تجيبونه العرض، تقدمون مستويات هائلة، أنتم اللي تكونون ضاغطين وتفوزون، فجأة فريقكم يخسر من أقل الفرق. وين المشكلة بالضبط؟ ما في قائد ميداني جوا الملعب الظن؟ لا بالعكس والله موجود، يعني في عندك مثلا رايز، في عندك سعيد، عندك فيليب، في كذا لاعب والله موجود. طب شو المشكلة؟ ليش مستواكم يعني مرة يقفز ومرة ينزل بسرعة؟ يعني أنا أقول لك في مباريات لو تشوفها نخسر فيها يعني ما توفقنا، فهمتني؟ يعني توفيق، يعني هذا اللي أقدر أقول لك عليه. ما إحنا في نفس الأحيان نحن نزعل إن نخسر، بس تشوف إنه مادي كل شيء، يعني ما أعطي كل شيء في الملعب، بس يعني ربي ما وفقنا فيها، يعني مي مكتوب لنا. طيب على المستوى اللي يقولك لي صاير على المستوى الشخصي، الفترة الأخيرة صرت تلعب جناح، كنت بديت في الوسط وبديت بالعكس، يعني صرت تلعب، يعني صرت تفتح على الطرف أكثر من اللازم، يعني خلنا نقول مو بجناح جناح بس تفتح على الطرف أكثر من اللازم، وصار مستواك في هذا المكان أو في هذه المنطقة من الملعب أفضل وأفضل. هذه إجراءات مدرب ولا أنت تشوف نفسك هذه منطقتك؟ هي أكيد إنها إجراءات، يعني أكيد المدرب إنه يطلب مني إني أعطي نفسي زي اللي أفرغ نفسي عشان أقدر أستلم الكرة، أقدر يعني زي اللي قوتي واحد ضد واحد، أقدر أراوغ، يعني هو اللي تقدر تعطي نفسك مساحة عشان تستلم الكرة فيها. فهمتني؟ نعم. هذا يعني اللي جميل. محمد دولياً عودني عليها المدرب، يعني إيه محمد دولياً تستدعى 9 مرات المنتخب الوطني ولا مرة ضمنت أساسي، مع أن اللعيبة اللي يلعبون أساسيين أنت تبهدلهم في الملعب إذا لعبوا دوري محلي. إيش اللي صاير؟ والله شوف يعني بالنسبة للمنتخب يعني هذا قرار مدرب، بالعكس أنا أتمنى أن أكون أساسي. يعني الطموح أي لاعب أنك تمثل المنتخب شيء حلو، وتكون أساسي شيء أحلى. يعني أنا بقول لك بس أنا ترجع قرار المدرب، يعني ما أقدر. أنا بقول لك إيش اللي يقولوا لي لعيبة المنتخب، يقولوا محمد اللي نشوفها في الدوري غير محمد اللي جينا في المعسكر. أقول مش السبب، يقول ما ندري، خجول وما مو بشد حيله مرة زي ما نشوفها مع الاتفاق، ومو متحمس. لا والله بالعكس، يعني بس إن في أوقات يختلف عليك الرتم، فهمت علي؟ تحس إنك وحيد يعني في المنتخب، يعني هذولي 6-7 من النصر، 8 من الهلال، و4 من الأهلي، وأنت بالحالة. بالعكس أنا لو على كيف أتمنى. لا شيك الحالة جالس في المدرسة دي. لا بالعكس، يعني أتمنى أنا أصلاً يكون معي في النادي اتفاقي اللي عارفين لعبي، ستايل لعبي. بالعكس بالمنتخب يعني ماني وحيد. يعني موجودين معي اللعيبة كلهم واقفين معي. يعني خل صالح خليفة قدوتك كان يلعب أساسي بينهم كلهم، اتفاق الوحيد. والله أقولك إن شاء الله موسم ذا السنة ذي إن شاء الله بالتصفيات بإذن الله أني أكون أساسي إن شاء الله يا رب. طيب أنا أنتظر الفرصة إن شاء الله. الفرصة لازم أحياناً تنتزع يا محمد، نصيحة أخوك ما تنتظرها، انتزعها إن شاء الله يا رب. يعني الفرص أحياناً ترى تجي وأحياناً لا تنتزع انتزاعاً. إن شاء الله هي تجي ولا كلامك ذا بإذن الله إن شاء الله الموسم هذا يكون غير إن شاء الله. إن شاء الله. محمد سالفة الشنب، توقيع كل ما تسجل هدف، كيف؟ إيش سالفة توقيعك بالشنب؟ فرحة الشنب؟ الشنب فرحة هذا يعني من أيام ما كنت في العروبة آخر سنة سجلت هدف، زي واحد من أخوياي من قال لي إذا سجلت هدف أباك تهديني إياه، إيش الطريقة عشان أعرف إن قصدي لي، فهمت علي؟ قلت خلاص أوكي، قلت إيش اللي تبغاه؟ قال أباك تمسك الشنب. ايه شنب هو جاء، هو كان توه شنبك توه طالع يعني، فهمت؟ ايه هو شنب. قلت له اوكي، ومسكت الشنب وشفتها مشت معي، فهمتني؟ خلاص هديته هدف، كل الاقوال كلهم هديه لهجه اللي راحوا بعد. هذا قاعد تسوي؟ كملت عليها، صارت من حظه وكملت عليها. إيه ما تبغى تغير هالشنب، خلاص هذه الفرحه. خلاص اشوف انها مسكت علي، فهمت؟ صارت توقيع لك، ارتبطت فيني. ايوه زي ما تقول زي كذا، خلاص الشنب الكويكبي. قليل اصلا بعضهم يناديني الكويكبي، بعضهم يقول لي الشنب. ايه زين خلاص وخليتها. يعني
محمد في مباريات امام الانديه الكبيره انت تنجم قدام النصر تحديدا تحب تستفز النصراويين حتى جمهورهم ليش؟ لا بالعكس في كثير السؤال هذا يجيني يعني دائما يقول انت ضد نادينا تسوي كذا يمسكونك في الشارع النصراويين يسالونك هالسؤال ايه كثير يعني معناته صحيح كثير يسالون ليش انت قدامنا لا شوف مو قصه انه صحيح شلون اقول لك انه هو ما يتابع الاتفاق الا ضد ناديه اي حلو يقعد يشوفني طيب هذا صار علينا زي اللي قلب ميسي بعد شو اسمه بعد الهلالي ما يتابع الاتفاق الا قدام نادي بعد ما تلعب اجل قدام هذا الدليل على صحه الموضوع مو على انه تم فيه لا بالعكس والله في بعض النصراوي ترى يحبوني هم بس انه عايز ايش تسوي يقول انت يحبونك بس تقرب ميسي يعرفون انك هلالي فدائما تكون قوي ضد النصر لا بالعكس لا بالعكس والله انت كذا احس اني شو اسمه خذ وقتك وضع لا شيء خلاص اوكي لا قلها عادي قلها ولا بقولها لا ما عندي شيء والله خذ وقتك وضح عادي وضح ايش يعني ليش دائما انت يعني ليش دائما هم يتهمونك هالاتهام والله ما انا بعارف يعني دائما كل النصراوي يقابلني يقول لي نفس الشيء ذا انا ما نعرف انا ابغى له جواب اصلا هو يقول كل ما تلعب ضدنا انت تبدع تقرب ميسي ما ادري كيف تحس انها نهايه موسم ان كان مباراه اخر مباراه في الموسم تلعبها ايش السبب ما انا بعرف والله بالعكس انا عندي مباراه كلها نفس الشيء انا الحقيقه شفت لك مباريات كلها يدقق علي طول الموسم بيختلف اي جميل محمد الاتفاق من اكثر الانديه في العشر سنين الاخيره اللي يوزع نجوم على الدوري يبيع نجوم متخصص يعني في الانديه الوسطى والغربيه يبيع لهم نجوم الاتفاق يعني كل ما ظهر عنده نجم طلع كل ما ظهر عنده نجم راح لانديه الرياض العاصمه او لقله طبعا يروحون للغربيه ولكن الاكثر كانوا يروحون للهلال والنصر محمد الكويك بكثير من العروض جته لكن حتى الآن هو لا يتحدث عنها حتى الآن لا يساوم النادي حتى الآن لا يريد أن يخرج وفي كل سنة قبل عقده بسنتين أو قبلها بسنة يجدد عقد جديد احكي لي عن فلسفتك عن, 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 عن هذا الموضوع ما تبي تغادر الاتفاق حقيقة أو الاتفاق مرضينك بالعقد أو أنه ما تعتقد أنك تلقى فرصتك كاملة في الأندية الرياض لا شوف يعني بالنسبة لي اللهم صل محمد أحب أني أطور من حالي فهمت أحب أني ألعب زيادة يعني أنا عمري توي صغير 26 يعني العمر قدامي إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله يعني أحب أني ألعب اللاعب إذا ما لعب فترة وياك إن شاء الله يا رب إذا ما لعب فترة بيقل مستواه أنا الحمد لله أحب أني ألعب كل سنة أحب أني أطور من حالي ما احب اني اوقف وانا من النوع اللي ما احب اذا جيت المكان ما العب فيه اطفش امل فهمت علي اي وبالعكس انا مرتاح يعني مو كل سنه اجدد جددت كل سنه واحده باقي لي سنتين ونقول الله يكتب لي في الخير ان شاء الله متفاهم انت والاتفاقين تكمل ولا هالمره خلاص هذا فراق بيني وبينكم ما قصرت انت الحقيقه ما قصرت ان شاء الله والله نقول الله يكتب اللي في الخير ان شاء الله يا رب احنا ما تفهمنا بس ان شاء الله يكتب اللي في الخير على الاقل تودعهم هالموسم بطوله لو بطوله كاس والله اتمنى ارجو لك كامل التوفيق محمد وانا سعيد باستضافتك مباراتك الجايه فرحه الشنب بتكون في برنامج في المرمى ها ابد انا وعدك فيها ان شاء الله حبي يزعلون علينا الشبابيين ترى هي مجرد مداعبة ما أدري حتى لو سجلت هذا ما أدري تفوز ولا ما تفوز كامل التوفيق لا إن شاء الله يا رب إن شاء الله كامل التوفيق نبي الشنب الحقيقي في تصفيات كأس العالم أساسي في المنتخب ونشوف نشوف أهدافك في الزاوية المعاكسة اللي دايم يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله موفق محمد الكويكبي النجم الكبير في نادي الاتفاق أرجو لك كامل التوفيق وسعيد باستضافتك والدقائق المرحة الجميلة معك شكرا محمد
حبيبي الله يعطيك العافية أخوي. شكرا شكرا. ومقارنة بالدوريات الخمس الكبرى، يأتي الدوري السعودي ثالثا من حيث نسبة التسجيل في جولة الافتتاح. بعد نهاية الجولة الأولى سجلت فرق دور المحترفين 22 هدفا في 8 مباريات مقابل 19 هدفا سجلت في الجولة ذاتها من الموسم الماضي و21 هدفا في الموسم الذي سبقه. ولم تشهد الجولة الافتتاحية هذا الموسم أي مباراة انتهت بتعادل سلبي، بينما كان النادي النصر الأكثر تسجيلا ب4 أهداف. هذا العدد من الأهداف وضع الدوري السعودي ثالثاً بين الدوريات الكبرى في أوروبا من حيث معدل التسجيل الذي بلغ 2.8 لكل مباراة، متفوقاً على الإسباني الذي بلغ معدل أهدافه في الجولة الأولى 2.2 في المباراة الواحدة، وأيضاً متفوقاً على الدوري الهولندي الذي بلغ معدل الأهداف به في الجولة الأولى 2.6. هذا المعدل كان أقل من المسجل في الدوري الإنجليزي والبالغ 3.4، وأقل من معدل الجولة الأولى في ألمانيا والذي بلغ 3 أهداف. دوري المحترفين والدوريات الأوروبية الكبرى تتشارك في أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، وبلغت 6 أهداف سجلت في مواجهة الحزم والتعاون، وهذا العدد من الأهداف حضر مرة واحدة في الدوري الإسباني ومرتين في الدوري الإنجليزي. من جهتهم المحترفون الجدد في البطولة لم يدخروا وقتاً لترك بصمتهم مع أنديتهم بعد مساهمتهم في أكثر من نصف أهداف الجولة بواقع 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في انتظار مشاركة البقية مع فرقهم خلال الجولة المقبلة. نذهب إلى الرياض ونتمشى شوي لهم. عادل البطي وعبدو عطيف يلتحقان بنا من الرياض. عادل مساك الله بالخير، عبدو مساك الله بالخير، حياكم الله جميعا. أبدأ من عندك عادل، 22 هدف في جولة أولى، نسبة 2.8، الإنجليزي 3.8، الدوري السعودي يأتي ثالثا مع الخمس الكبار. ماذا يعني لك هذا؟ ضعف مدافعين، خطط هجومية وقوة مهاجمين، ماذا يعني لك بالضبط؟ أول شيء أمس عليك أخوي بتال وعلى أخوي الكابتن عبدو، تصدق كان ودي الفقرة حقنا تروح عشان تستمر مقابلة الكويكبي، مع أنه يعني يبدو أنك أحرجته في أكثر من موقف. لا لا بالعكس، حبيبي اللي صديقنا عزيز الكويكبي، أنا أتمنى لك كل خير وأكد إعجابي فيه ويستحق بصراحة فنيا أكثر من اللي حاصل له. صحيح، بالذات إذا سحب الظهير اليسار ولعبها في البعيدة، إذا لعب طرف يمين نعم ولعبها، وتشوف حتى المباراة الأخيرة كان له دور في كل الأهداف اللي تسجلت للاتفاق. صحيح. أرجع بتال، لو نصنف الأهداف هي إما أخطاء منظومة دفاعية أو أخطاء فردية دفاعية أو جملة فنية هجومية أو كرة ثابتة أو مهارة لاعب. طيب، توفرت في عدد من المباريات هذه اللي شفناها، وفي الغالب اليوم الجولة الأولى كانت لمشكلة في حالة دفاعية، منظومة دفاعية بشكل عام. النسبة جيدة، لكن ما نقدر نقول جيدة وعندنا في مباراة 6 أهداف، مباراة التعاون والحزم، ومباراة النصر 5 أهداف، بينما في مباريات كثيرة كانت النتيجة 1-0. صحيح ما شفنا مباريات 0-0، لكن في بعض المباريات، من أجمل المباريات اللي صارت لو تتذكر مباراة الشوط الأول الأهلي والفيصلي 1-1، الشوط الثاني قل العطاء كبدايات، لكن في المجمل جيد أن نشوف أهداف. يعني جيد أنك تشوف في الجولة الأولى، سابقا من زمان كنا نشوف في الجولة الأولى أمام الفرق، يعني الفترة الأخيرة أصبحت أقل، لكن قصدي من سنوات طويلة كنا نشوف نتائج في فروقات بين فريق صاعد وفريق منافس أو خلينا نقول بطل. جميل. سابق اليوم ما صارت مثل هذه الأمور، لكن برأيي أن الجولة مختلفة وبدأت ساخنة. جميل. طبعا في فرق بين صانع اللعب وصانع تمريرات الهدف عبده، اللي شفناه الجمهور دائما يخلط بين صانع اللعب وصانع التمريرة، اللي شفناه من الأهداف الـ 22 هو تفوق كبير لصانع تمريرة الهدف ولا
تفوق كبير للمهاجمين في صناعة لأنفسهم. لا شوف، يمكن صناعة أو تمريرة الهدف هي كانت يمكن في حالات قليلة جدا، وأوضحها كمثال هي في تمريرة تاليسكا لأبو بكر. البقية أنا أعتقد هي صناعة لعب أو مساهمة في صناعة وتسجيل الأهداف. طبعا البقية هي عوامل أخرى تساهم فيها، زي ما قلنا وذكرنا يمكن في حلقات سابقة، هو الطرق والأساليب اللي صارت تعتمد من المدربين. نعم. باختفاء جزء كبير في عشرة ودوره في صناعة الهدف، فبالتالي تحولت إلى المساهمة ودخول أكثر من مركز في صناعة وشكل الهدف للفريق. وشاهدنا أيضا جزء كبير منها أصبح كور ثابتة. نعم. ضربات جزاء أو كور يمكن عرضية متحركة. جميل. وهذه جزء كبير أو أغلب الأهداف كانت مسجلة من الناحية هذه، يمكن جزء بسيط اللي هو صناعة الجول. وأكبر مثال زي ما ذكرت هي تمرير تاليسكا لأبو بكر. جميل. واضحة جدا، تحرك جميل ورؤية أجمل من تاليسكا. عبدو، الحراس 22 هدف، تحمل مسؤوليات كبيرة فيها الحراس؟ في صحيح، في ناس أنا يمكن المباراة الأولى كان أو ردات فعلهم جدا بطيئة أو ما هي، لكن في الغالب أنت تحضر جزء كبير منهم أنه مثلا لأول مرة يشارك، جزء منهم أو لأنها أول أيضا أول مباراة. لكن أعتقد أنه ممكن ما شاهدنا الحراس بالشكل، خاصة نتكلم عن الحارس المحلي، يمكن باستثناء وليد اللي ما أختبر أيضا بشكل كبير. لكن البقية أنا أعتبر أن الحارس الأجنبي هو اللي واضع بصمته بشكل أكبر، خاصة أنا أتكلم عن حارس الفيحة كان حاضر. نعم. بشكل كبير، وأيضا حارس أبها، وأعتقد أنه حتى حارس قروهي هو يعتبر النجم الأول، رغم أنه المباراة الأولى خسر بهدف، لكن لن يكون هناك حارس أنا أعتقد محلي بارز يمكن أو حنكسبه هذا الموسم باستثناء فواز القرني مع العويس. جميل. عادل، شفت أهداف جديدة بطرق جديدة؟ يعني حكينا الدوري السعودي طوال 3 مواسم الماضية، أو خلينا نقول يعني 2020 و21 تحديدا، اختفت فيها أهداف المجهود الفردي. في 22 هدف، هل شاهدت أهداف فعلا شكل ونموذج جديد عن المواسم السابقة؟ شفت أهداف اللي قلت لك على إبداع لاعب، ويعني ما زال في بالي هدف إبداع مهاجم ولا وسط قصدك؟ ثاني في التعاون، إبداع لاعب اللي هو لاعب الطرف اللي هو لاعب الحزم الليبيري الهولندي أعتقد. كان يعني استقبال كرة ويعني نص دائرة وتسديد في الزاوية البعيدة، واضح أنه هدف يعني مميز. أيضا بس أضيف الحارس التعاون اللي احتفل بال 41 سنة مميز أول سنتين، أشك أنه يكون هذا الموسم بنفس العطاء اللي كان في المواسم السابقة. أبرز صفقة في رأيي على مستوى المحليين تقريبا هو فواز القرني للشباب، لكن بشكل عام يمكن أنا يعني أحب صراحة اللاعب رقم 10، لأن اللاعب هو أكثر لاعب يمكن يمرر خطأ. ليش؟ لأنه يمرر تمريرة هدف، أكثر لاعب إذا عنده القدرة يسدد. اليوم صراحة نفتقدها، ولو تشوف بالتالي باختلاف طرق اللعب، أود أقول عن مثلا كلوب وطريقته في ليفربول أنه ما عاد في صانع لعب في ضغط ومهمة استخلاص، لكن بالتالي لما أقول في الهلال مثلا، لو تشوف مباراة الهلال مع الطائي، لعب الهلال يمكن 40 عرضية، يعني أنا ما أعرف وش الهدف من هذه العرضيات اللي كأنها ماركة مسجلة. المرة الوحيدة اللي تحرك صالح الشهري هي اللي تسجل منها هدف. الهلال ميستو يعني ما كان يعني مهارة اللاعبين أحيانا اللي أتكلم عن لاعب 10 تحديدا اللي قد يكون بريرا حل بالنسبة للهلال كمثال، هم اللاعبين اللي ممتعين وهم اللي يوصلون للمرمى. أنت قلت إنه يعني أتكلم عن أرجع للجولة، ما شفنا لاعب 10 متميز في هالمرة. يمكن إذا رجع إيغور في الاتحاد أو بريرا في الهلال وكاكو طبعا في التعاون. نعم. ولا أعرف هل يكون سامي وغياب بيتي لاعب النصر المميز بنفسه، ليس سامي النجري يؤدي الدور لكن مو بنفس قدرات. أنا أتكلم عن جمل فنية تؤدى ومهارة لاعب في حالة هجومية، لكن أبرز شيء شفته في الجولة الأولى المنظومة الدفاعية الضعيفة، وبالذات الفرق اللي لعبت ثلاث مدافعين ثلاثة سناترة. يعني زين عبدو، في صانع تمريرة هدف جديد، ملامح من 22 جول اللي شفتها، في هداف جديد من 22 هدف جديد، يعني أقصد مو ما كان في الموسم الماضي. شوف بالتالي في ناس ما أقدر أعطيك لأن في ناس ما لعبوا، فبيكون أتكلم عن بوادر. لكن أنا أتكلم عن اللي شفناه في المباريات. أي أكيد المباريات الأولى. ممكن أنا المباريات اللي شفناها أنا أعتقد تاليسكا كعنصر واضح ومؤثر،
ما أعلم عن بريرا، عن باولينو أو حتى فيليب في الأهلي. أيضا في مثلا لما أتكلم أنا في الفيصلي، واضح أنه ما زال هشام فايق هو من يقوم أو بدور صناعة اللعب في الفيصلي، وصناعة الحلول تكمن في غليرمي. فبالتالي هذول هم الواضحين بشكل كبير. عفوا سعد بقير أيضا في أبها، نعم. واضح أنه هو ما زال هو من الناس اللي يحتفظون بالمركز رقم 10، وأعتقد مع المدرب هذا بيظهر بشكل أفضل. فلذلك أنا أعتقد أنه بنتظر الإضافات الجديدة، لكن أعتقد اللي في العام الماضي لن تتغير، سامي النجعي وصلين في النصر، سلمان الفرج وسالم الدوسري في الهلال، في الأبها بقير وصالح العمري، في الفيصلي غليرمي وهشام فايق. فبالتالي في معليش يمكن ما ذكرتهم بحكم لا أعتقد في الأهلي باولينو وفيليب، فبالتالي يمكن في فرق معليش يمكن ما ذكرناهم لأن ما يحضرون الآن، لكن موجودين حافظينهم ننتظر القادمين. جميل. سناترا حكينا عن كل الطرق اللي تمر فيها كرة القدم. سناترا قلوب الدفاع عادل في عجالة، شو اللي شفت في الجولة الأولى؟ سمحوا بالأهداف. اللي عجبني فريق الطائي كان عنده 2 أجانب مميزين جدا في قامتهم، أيه. وفي الألعاب الهوائية ساعدها طريقة الهلال. بس أيضا أقول بتال ودي أضيف على كلمة عبده، بنشوف نجوم بس بالهدافين ما راح تشوف هداف جديد، بما فيهم تاليسكا مميز جدا بس ما راح يكون هداف. المشكلة اللي تكون في الهلال والنصر تحديدا وهم منافسين أقوياء، لاعب مميز ولاعب أقل جنبه، يعني دائما اللاعب يعني المميز هو من يشيل المجموعة أو يقود طيب. خط دفاع. لكن بشكل عام أبرز اللاعبين اللي شفتهم الطائي كلاعبين جدد بالنسبة له. جميل، شكرا. وفريق واجه 90 دقيقة ضغط. شكرا عادل بطيء، شكرا عبد وطيف. كانت الجولة الثانية قد افتتحت أمس بفوز الاتحاد على الرائد، وتستكمل الخميس حيث يحل الأهلي ضيفا على الصعيد الجديد الحزم على ملعب مدينة المجمع الرياضية، يستضيف الفيصلي أيضا النصر. نذهب إلى الوقفة الأخيرة بعدها. الجزائري زغبة حارس ضمك أمام الأسئلة الستة. حياكم الله. حراس المرمى دائما يكونون شهيرين عندما يسجل فيهم أو تسجل فيهم الأهداف. في هذا الموسم حاولنا أن نقترب منهم أكثر، والبداية أو زاوية الأسئلة الستة، والبداية مع مصطفى زغبة. اختياري الخان حراسة المرمى كان الوالد الله يذكره على خير، وين كنت نلعب معه كرة، وين اختارني في هذه الخانة، وأنا حبيت الخانة من الصغر، والحمد لله ربي وفقني فيها. قبلها شكرا. قبلها كنت لاعب كرة سلة، وبعدين مع الوقت اخترت الحراسة. كل صراحة كاين ناس كثيرة اللي عاونتني في الصغر، خاصة عندي مدرب اللي نحييه ونشكره من قناتكم هذه العربية، جمال سهيل، اللي عاونني كثير ومشى معايا في العمل. اولا كانت عندي تجربه مده قصيره في نادي الوحده قبل ما انضم نادي ضمك،
وإن بعدين اتصالات مع المدرب نور الدين زكري اللي قنعني باش ننضم النادي ضمك، والحمد لله ربي وفقني وانضميت النادي هذا وخلينا في الدوري الممتاز على مرتين. اللي عدنا تدريب شاق كتير يومي خاص بالحراس. قدوتي في حراس المرمى المخضرم الإيطالي بوفون. احنا لعبنا في الفتح في رمضان واحنا ما نمولفين نصحر وكبسة. هذه أصعب موقف هو هنا في نادي ضمك سنتين واحنا نلعبوا على النزول. هنا كان أصعب موقف بالنسبة لي، والحمد لله وين خلينا الفريق في الدور من دول. واللوحة الأخيرة هآت تاليسكا في الملعب، لقطة ختام. ايش ذا الحركات؟ ايش هذا يا تاليسكا؟ ياهو يا ناس ياهي، ياهي الوحدة يا لبي، ولا شي غيرها بي، هوا قلبي يتبعه. ياهو انا ناس تناوي تاليسكا. هاهاهاها.